السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شباب؟ إن شاء الله بخير. معاكم خالد. أوكي، رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل سلسلة البناء البيت الياباني، وودي أجرب التكسر باك الجديد. هذا هو، نشوفه. هذا هو سمورتكس فانفر زايب، فنجربه. طبعا أتوقع هذا هو المود، أقصد هذا التكستر باك. ويلكم باك، هذا هو المود. كيف شكل السيف؟ المهم نرجع للمتطلبات اللي نبيها. لا 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 الله، اول شيء نبي ايش يسمونه، ريدستون لامب فانسي، مو بفانسي جيت، هذا فانسي. وش بعد نبي؟ هذا المهم. اول شيء ننزل تحت، الا صح نسيت. هذا وش اسمه، ناخذ سبيس وود او اي خشب تبيه. نروح نسوي التالي. لا حيوان، انت خربت ذا. كيف كان؟ والله نسيت. هذا جنب المشكلة، كسر هذا وهذا. المهم بحيث هذا يصير اربع كذا. ابعد طبعا، هذا مرة ما في. اي صح، لازم اربع. هو معليش زودت شوي، بس نرجع هذا نسكره، لان هذا المود اللي نزل قبل شوي خرب عليه. نكمل سورس وود زي كذا بهذا الشكل، ثلاثة. ايوه ننزل كذا، ايوه كذا. الحين نروح نكمل باللي فوق كذا كذا كذا. كذا طبعا بدون صوت، عشان في بعض الناس قالوا ان ما نبغى صوت ازعاج زي كذا. الحين نروح هنا نسوي نفس الحاله. اتوقع ان شكله زي كذا. طبعا انقطع معي شوي عشان في لاج. طبعا هنا الديث بوينت بسبة المود. شوف شكل كريبر، شكل غبي. ما علينا، نسحب عليه، ننزل تحت هنا، نبعد عن هذا، نكسر اربعة زي كذا. نروح عند هذا بعد، ايوه. خلنا نحول الجو نهار، نحول الجو نهار بعدين نكمل. لا اخطانا، لازم نسوي زي كذا. ابعد، والله ما تدخل. ابعد ابعد انت راسك احسن. لا والله ما تدخل منه. لا شوف عيونه بعد. يلا اقلب وجهك بس. اندرمان تعال. نروح الجهة الثانية نسوي نفس الشيء كذا. I guess it. Yes. لا اخطأنا، نحط فوق هنا. لا حيوان سبايدر، ايش رايكم بشكل كابل ستيم؟ زين، ايش رايكم بشكل كريبر؟ اكيد حلو اكيد. طبعا بحط لكم الرابط حق تكسر باك ديسكريبشن هنا. من هنا نروح. كيف خلنا نذكر كيف؟ نحسب اربعة. ايوه لا ستة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كذا. لا طبعا المقطع الرابع والخامس حطيتهم مع بعض، لان المقطع الخامس مدته دقيقتين وزي كذا. دبعد. لا وش لفني هنا. المهم سوينا ستة هنا وهنا ثنتين. الحين نبعد واحدة ونحط خشب. ايوه بعدين كذا خشب هنا، خشب هنا هنا هنا. لا تخرب. الحمد لله. كيف اختباراتكم؟ اكيد اكيد زينة ان شاء الله. ابعد
كذا بعدين راح نكمل فانسي، ناخذ فانسي نفس ما سوينا بهذا الاتجاه نسوي هنا اتجاه نفس ذاك المكان نسوي هنا نكسر بلكتين بلك تو بلوكس خلي بينهم بلكتين مسافة بلكين 6 عندي خطأ هنا معليش بلكتين تصير مسافة بينهم يعني هنا غلط نكمل هنا وهنا 6 صح بسم الله خرشني اوكي نكمل 6 زي ما سوينا هنا في شيء مد صبار برشومي هذا سبايدر شوف عيونه كيف اسحب عليه الحين اوه سكيلتون شوف شكل سكيلتون هيك العظمي الحين نروح للجهة الثانية نسوي نفس اللي سوينا هناك يعني اللي هناك سنقله هنا سو هنا هنا هذا وهذا طبعا علي بتسألون ليش وشو لا تبس اخذت ال ما ادري ايش قاله بعدين اتذكر شو اسمه الجلوستون مو مش جلوستون شباب الجلوستون اقصد خلنا نتذكر شو اسمه ايه ريدستون لامب صح اسمه ريدستون لامب ايوه زين صح علي جبته لا تطلع ما انت بطالع من انحبس يلا خلني اشلاك لا وي انا وريك يا سباي يا لاق اود اوكي كيف او اي كي ستيرز هذا هو بسبت هذا سبايدر لا ايش تغطينا معنينا طبعا معليش علاق اللي صار بس نكمل 6 بعدين 4 ايه هنا نفس الحالة لا جدا مبدع هنا 3 4 6 2 معقولة ايه بعدين هنا واحد يفترض هنا يمكن ما اتذكر شو ذا اكتشفت ان عندي خطأ لان يفترض هذا يكون موازل هذا صح ولا لا وانا زودت شيء من عندي فبعدله اخي شيء يرفع الضغط نشوف موازي اخي بروح اتاكد وجي خطأ كان بحط الجنون انه ظهر اذا قال لك افتنون بعد الظهر مسوي يعني اني عارف انجليزي اقول لا بعد يناظر يلا اقلب وجهك بس 3 بعدين 2 هنا بحط ذرة فانسي هنا وهنا لا والله مش تناظر عاجبك شيء لا هذا كذا احس انه في عندي نقص يا اخي ما ادري ليش صح كذا لا عرفت وش الخطأ اللي عندي دون وش الخطأ اللي كان عندي انا ما كسرت من الثانية كيف يعني اقول كسرت الثالثة والرابعة والخطأ اني والصح اني اكسر الثانية اكسر من الثانية هنا هذا لا اقلب وجهك من هذا يصير فانسي يصير فانسي وهذا يصير كب هذا يصير كبلستن وهذا وهذا يصير خشب a tree will come there like there like this just like there لا تناظر اعوذ بالله حقد حاقد يا حقود يا اندرمان صاش
وش ذا؟ اي فحم كو. اما ورا لازم يصير شيء مختلف، الحين تشوفون كيف. لا لا تكسر، خرب. 2 3 4 4 كذا 4 سوينا هناك 4 نحسبين 1 2 3 4 3 هذا الرابع متأكد؟ ايوه صح. لا اكسر، لا ايوه كذا، لا لا ايوه كذا غصب. الحين نحسب النص. 1 2 3 4 5 هنا حسنا زين، 5 1 2 3 4 5 وهذا 5 بعد تعتبر. كمل كذا شناظر. اوح اندرمان دم 40 اقوى واحد، اما بقية الوحوش ما بعد شفتها. اتفضل ادخل ادخل، جعلك من قايل خلني اشلك، ادخل ابعد ابعد انقلع حيوان يخرب على كيفه. شوف مني هايط مني هايط، يلا روح تستاهل، شوف الدم اللي نزل منك. انت في معلوم ولا خاف؟ نروح هنا هذا المكان، سوي في نفس ما سوينا تحت like this كذا وكذا. لا اتوقع بعد كذا، لا 4 هو. Let me show. ايوه كذا صح. هيبا يصيح ليه؟ تستاهل، ارحم الكريبر يصيح قلب الصغير لا يتحمل. امزح بس شكله ابو كلب. هنا نسوي نفس ما سوينا تحت بس بتصير اقل، يعني 4 ها 1 2 3 4. طبعا حطيت شموع كذا عشان ما يسبن سبايدر عشان مزعج غثيث. خلاص نحسب هنا وحده كذا كريبر كرهيلك، بس من عقب ما شفتك تصيح وانا راحمك like this. لا لا ايوه كذا good look at me. شطحنا كود 5 انت ليش؟ هاي كريبر، هاي 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 كريبر، هاي كريبر دونت شو مسكين مفهي. بش خذ سكلتون يا معفن، خذ داي. It's where you will be made make you happy. Are you happy now skeleton? No please no no please sharp and burn. تستاهل حيوان ايوه. خلاص اخي بيرفع ضغطي ذا ستيف. طب كف الحين خلاص، يا الله انك تاخذ ستيف الغبي ذا معفن ستوبد. نروح زي ما سوينا هناك كسر زي كذا. طبعا اتوقع لو جمعت بارت 4 اند بارت 5 المقطع الرابع والخامس بتطلع تقريبا حوالي ما يقارب 20، لا وين 20، يعني تقريبا حوالي 25 دقيقة الى 26. لا تصيح لا تناظر ملقوف.
سوينا هنا كذا، بعدين نروح هنا كذا. هذا نحسب أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا. كذا زين، نروح أربعة هنا من نفس، واحد اثنين ثلاثة أربعة. Why did you do it؟ أخي اكسر وجع. معلش علاق، وكان المايك خاب قبل شوي، وانا حسب انه ما كان يسجل. فنسوي نفس اللي سويناه فوق سويناه تحت نسويه فوق. سوينا كذا، الحين نطلع فوق اخر دور. طبعا هنا ما يكفي، ما يمديك تسوي شيء اصلا. لو بتسوي شيء مربع واحد ما يمديك. هنا كذا اتوقع كذا. لا تبعنا أربعة نحط. لا مسكر. صار هون هنا كم دقيقة شوي يفكر. ما يمدينا نسوي شيء. لا ما يمدينا خلاص. من ذا الجهة نفس اللي سويناه هناك تسوي هنا. كذا الحين نروح الجهة اللي ورا نسوي نفس اللي سويناه تحت. في شيء نكسر هنا، نكسر هذا الثنت. لا كسرت اللي تحته مع الحماس الزايد. انا ما اتوقع انه اوكورد بلانكس. نشوف يمكن يقص بود. لا بريتش ولا بريتش بعد. اي دونت قصد صرعة. لا اجل مو بريتش. جانجل هو هيو فاين. احد سألك عن نفسك؟ طيب سبعة كسر هذا. لا شبيب الكبل السن الحين. شيل حط صبعي اسود. الحين ننتقل للخطة اللي بعدها اللي هي ريدستون لامب. ابغى مو مشكلة. كيف اول شيء تكسر واحدة هنا وتطلع. خربانة ليه ما تشتغل هذي؟ ريد شيء يرفع الضغط اخي. لمبة خايسة ما تشتغل ليش؟ معليش على الخطأ اللي سويته. مو بريدستون لامب، غلوستون. معليش سوينا كذا. الحين كسر واحدة وبتول لما تاخذ دورة كاملة. كذا ايوه. بعدين كسر الين اخر شيء. لا زودت انا عاد كسر. فك سويد. لا ورع. طبعا ها
طبعا زي ما وعدت ايش يسمونه المشتركين ان اول مقطع بيكون عن البيت الياباني.